شاب أدمن الألعاب الإلكترونية، ومن خلال اللعب المتكرر أيضا تعرف على شابة متزوجة، طورت العلاقة إلى رسائل وصور خادشة للحياة فيما بينهم، حتى اختفت هذه الشابة لفترة. تبين أنه حسب ما روانا هذا الشخص أنه زوجها اكتشف الأمر، طلقها وأخبرتها أنه هي هربت إلى بيت صديقتها، وأن زوجها يبحث عنها لغرض تصفية حسابه معه. هذا الشاب غير مكان سكنه وألغى جميع حساباته الإلكترونية. بعد وقت قصير سمع أنه أهل البنية الشابة قاموا بقتلها غسلا للعار بعد ما صارت هذه الفضيحة. طبعا مراسلنا وليد الصالحي عدلنا هذا اللقاء مع هذا الشاب اللي طلب عدم ظهوره وظهور ملامحه إضافة إلى تغيير صوته، خلونا نشوفه. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. احكي لي شنو القصة اللي صارت وياك، أو شنو القصة اللي صارت بسببك؟ يعني للعلم والاطلاع ملامحك غير ظاهرة على الشاشة حسب طلبك. يعني حقيقة يعني من دخلت الألعاب وأنا اشتريت موبايل واشتريت أيباد، كان عندي أيباد، دخلت هاي الألعاب بوبجي وغيرها، يعني أنا بديت أدمن هاي الألعاب وألعبها يومية وبشكل مستمر ودائما وساعات طويلة. فينزلون ياي بنات شباب وليد ونتعرف، صارت عندنا علاقات، فأنا تعرفت على وحدة بنية وصارت بيناتنا علاقة أنا وياها وحوب وكذا، يعني ويوم يقمنا نتراسل على طول الوقت ونلعب انا وياها سوا. الزوجة هذه البنية هاي البنية اي من الزوجة، ويعني قمنا نلعب انا وياها يوميا ونتراسل ونفتح كاميرا وندز صورها واشوفها وتشوفني. لا اجى فد يوم من الايام اراسلها ماكو، ادق عليها ماكو، وين؟ كانت تدز لي رسالة قالت لي انا اهلي لزموني، زوجي لزمني وانت دير بالك، انا همات يعني سديت اللعبه وسديت النت. شلون لزمها وهي يعني سوالف؟ يعني بالبدايه ما اعرف، ما انطتني بس قلت لي نزلت هاي الرساله. ما اعرف قلت لك بالبدايه بس قلت لي هاي الكلمه يعني هذه الرساله، وانا غلقت كل شيء لان تعرف خاف وكذا، فاني يعني غلقت كل شيء، غلقت الحساب، غلقت حتى يعني موبايلي، وظليت خايف وقلق وافكر شنو راح يصير. يعني يمكن يوم او يومين هيك خابرتني قالت لي زبني زوجي انا تراسل وياك وشاف الصور وما ادري شنو وراح قلت لها انت وين؟ يعني احكي لي انت وين؟ انا كذا اريد اعرف انت وين؟ قالت لي انا شرديت يوم صديقتي واهلي ما يدرون وكذا وراح نتطلق وحالف اللي يجيبك وراح يقتلك. انا ما يعني قلت انا ما راح اشرد، انا اضطريت اني اغلق موبايلاتي واروح يم صديقي وبدلت خطوطي وكل شيء سويت. يعني قلت لك انا غلقت الموبايل، اللعبه غلقتها، حساباتي كلها يعني مسح صور من حساباتي من الفيس الانستغرام ذني لان تعرف خفت وخطي كسرته ورحت لي شرقه حركت الخط مالته خفت. وبعدين يعني ظليت انتظر البنيه وما عرفت مصيرها. بعدين سمعت انه البنيه زوجها قتلها وطلقها لانه قلت لك صارت شغله عشائريه بيناتهم. فبعدين من خلال يعني تواصلت من يعني البنيه هي من طلقها هو معروفه بكربلاء، هو طلقها لان كشفها خيانه ولان اهلها كتلوها عن مود العار. انت تعرف عن هاي العشائر وقضاء غسل العار وهي شغله العشائريه عندنا، فهاي سببت بي يعني الالعاب الالكترونيه. وانا هم اسمع واعرفك وواي يعني من الشباب عندهم بنات ويصادقون وحتى يدزون فلوس. انا اعرف له صديقي كان عبيانه كان مصاحب له وحده يمكن من البصره، كانت تدز له فلوس ودزت له موبايل.